وحين تلألأ نور الله غمر الكون سنا وضياء، فمحى ظلمات وضلال ونفوسا أذكاها جمال. وحين تلألأ نور الله غمر الكون سنا وضياء، فمحى ظلمات وضلال ونفوسا أذكاها جمال، وكساها حللا وجالا، وسمت في معراج الحق صفوته من كل الخلق، وتلوه فهما وتدبر، ووعوه فقها وتبصر. وسمت في معراج الحق صفوته من كل الخلق، وتلوه فهما وتدبر، ووعوه فقها وتبصر في ملكوت الله. مسجد باع عامر. تأسس المسجد في القرن الثامن الهجري من قبل فقهاء آل باع عامر بالغرفة، اشتهر بالعلم والفقه، منهم العلامة الفقيه محسن بن علي بن عوض بن عبد الله بن سعيد باع عامر المتوفي سنة 899 للهجرة. المسجد هذا تأسس في سنة 900 هجرية، المؤسس له الشيخ سالم عبد الله باع عامر، وهو له عدة مساجد في هذه المنطقة، منها هذا المسجد المبارك والمسجد الشرقي اللي على الخط، ولهم مساجد أخرى، مسجد من نجد ومسجد من قبل. من أقدم فقهاء آل باع عامر علما العلامة الفقيه عبد الله بن عامر بن سعيد بن يحيى باع عامر، توفي في القرن الثالث الهجري، لكن العلامة الفقيه معروف بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن إبراهيم با جمال لازم المسجد في القرن التاسع الهجري ونشر العلوم به واشتهر المسجد به، ثم انتقل إلى دوعا وتوفي بها. ساعة المسجد في البداية كان صغير، ساعة المسجد كان في البداية صغير، وثم تمت توسعته، عرفت، وثم رمم مرتين، المرحلة الأولى وثم المرحلة الثانية الأخيرة هذه اللي هي فيها التوسعة هذه. أول مرحلة تم ترميمه وتوسعته قبل حوالي يمكن 30 سنة، وثم بعدها أعيد ترميمه مرة أخرى وتوسعته التوسعة الأخيرة هذه حدود يمكن قبل 15-16 سنة، وهو يسع من المصلين تقريبا حاليا من 70-80 مصلين. الأئمة السابقين لهذا المسجد سالم بن عمر باطاهر، وهادي عبيد بن سلمان، وسالم هادي باع عامر، وسالم بن عمر باشابي، ثم أتى الفقير من بعدهم، الله يعيننا احنا ويوفقنا احنا ان شاء الله. ولد العلامة معروف با جمال بمدينة شبام التاريخية ليلة 11 من رمضان سنة 893 للهجرة، وتوفي بدوعا ليلة السبت 15 من شهر صفر لعام 969 للهجرة. مميزات المسجد، يمتاز المسجد هذا كونه قديم في هذه البلدة، وهو من المساجد القديمة في هذه البلدة، ويمتاز بروحانيته
ومميزاته أيضا من مميزاته في هذا الوقت الحالي وقيمت فيه حلقات التحفيظ القرآن وتعليم دروس الفقه والسيرة. نسأل الله التوفيق والإعانة للجميع. مميزات المسجد التراثية، ترى يمتاز المسجد بكونه قديم وفهو في سفح الجبل، وفي أيضا بير هنا حدود يمكن عمقها 30 متر، فشوف كيف ابتنت هذه في أرض صلبة مثل جبلية، يعني أعانهم الله تبارك وتعالى على هذا. المناطق التي غطينا يغطي نطاقه الجغرافي هو منطقة الغرفة الوسطى ومنطقة الريام يسمونها سابق. أما ملامح المسجد هي ملامح المساجد القديمة بحضرموت. تأسست مدرسة جامع بلال بن رباح في عام 1416 للهجرة. تضم هذه المدرسة 125 طالبا موزعة على 11 حلقة. طاقم التدريس في هذه المدرسة عددهم 11. مؤهلاتهم العلمية ما بين الثانوي والجامعي، وأكثرهم حفاظ لكتاب الله عز وجل. يحضنك الشرف يرقى حين يقرأ عاليا يا كتاب الله، حسبي أن تكون المنجيا. جنة تلك المعاني عشتها. مقسمة هذه الحلقات على مستويات: المستوى التمهيدي ومستوى تربوي ومستوى نموذجي. يحفظ الطلاب، أول ما يأتي الطالب يحفظ صفحة ثم يراجع صفحتين ويلقى لهم بعض الدروس العلمية. هزتك ياني يا كتاب الله، حسبي أن تكون المنجيا. أولاً نشكر أولياء الأمور لأنهم جاءوا بأبنائهم إلى هذه المدرسة مع أن التواصل معهم ضعيف لكثرة انشغالات الحياة. يا كتاب الله يا مؤنسي وملاذي. تواجهنا صعوبات كثيرة لكنها تهون لأن العمل لله سبحانه وتعالى. أبرز هذه الصعوبات وهي قلة المدرسين، والسبب في ذلك صعوبة الحياة بما أن يجد عمل يلتحق بالعمل ويترك الحلقات. حين يقرأ عاليا يا كتاب الله، حسبي أن تكون المنجيا. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه. تقام عدد من الأنشطة في هذه المدرسة، من هذه الأنشطة الخواطر الدعوية والكلمات وغيرها من الأنشطة الأخرى الدعوية، ويقام لهم رحلة في السنة كنشاط ترفيهي. يا كتاب
الله حسبي أن تكون المنجيا يا كتاب الله يا مؤنسي وملاذيا يا دليلا. ختاما نتقدم بالشكر الجزيل لأولياء أمور الطلاب لدفعهم أبنائهم إلينا، وكذلك نشكر المعلمين الذين بذلوا وضحوا من أوقاتهم لكي يعلموا أبناءنا، وكذلك نشكر مؤسسة واري حضرموت لرعايتهم لهذه الحلقات، وكذلك نشكر كل الداعمين وفاعلين الخير على ما يقدمونه ويبذلونه في إنجاح هذه المسيرة العلمية، ونسأل من الله جل وعلا أن يخلف لهم في الآخرة. رحلة الأعمال محضن المشتاق وأنقى معين إضاءات بهيرة. الحمد لله الكريم البر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من على الدعاة لدينه بمضاعفة الأجر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم المستقر. إخواني الكرام، أخوات الكريمات، أهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إضاءات بهية، ومع فقرة خيركم مع فضائل معلمي القرآن الكريم وفضيلة القرآن الكريم وتعليمه ونشره، وإلى فضيلة أخرى من هذه الفضائل. تفضل أستاذ محمد. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم. أحسنت. وهذا حديث يبين لنا عظيم الأجر الذي يحصله معلمو ومعلمات القرآن الكريم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. واتفقنا أن القرآن هو أعظم الخير، فالذي يعلم الطلاب والطالبات، الذي يعلم القرآن يعلم الناس الخير، فيحصل من الأجر ويجمع من الثواب كلما قرأ طلابه، كلما علموا من بعدهم. أنت علمت الفاتحة، وقف أحدهم يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات صلاته، حصل أجرا، لك من الأجر مثل الأجر الذي حصله. يا الله، ما أعظمها من فضيلة أن تعلم القرآن ثم تنام، ثم تذهب في دنياك وغيرك كلما قرأ، كلما قرأ جاء في ميزان حسناتك، وكلما كبرت الدائرة وكثر طلابك كلما عظم أجرك وارتفعت عند الله منزلتك وكثرت في صحيفتك الحسنات. لو أن شخصا علم شخصا فأصبح هذا الشخص الذي علمه معلما للقرآن، كم يجمع من الأجر. لو أنه علم 10 عندك في حلقة 10، يعني قلنا في حلقات سابقة أنه ممكن تكون عندك 10 طلاب، طيب علمت 10، كلما قرأوا القرآن نلت الأجر. طيب 10 هؤلاء أصبحوا معلمين للقرآن، أضرب 10 في 10، كلما قرأوا القرآن كلما جاءوا في ميزان حسناتك. لو علمتهم معاني القرآن والعمل بما في القرآن كلما عملوا به جاءوا في ميزان حسناتك. علمت كيف أنت في تجارة عظيمة ورابحة مع الله عز وجل، ما أعظم هذا العمل وهذه الوظيفة. نعم أستاذ عماد. فكم يحصل أبو عبد الرحمن السلمي من الأجر؟ يا الله، ذكرنا أبو عبد الرحمن السلمي في أولى الحلقات، الحلقة الثانية تقريبا ذكرنا أبو عبد الرحمن السلمي الذي اليوم لما يتحدث أهل الإسناد عندنا مجازين، نقول له: انظر هات لنا إسنادك، يأتي بالإسناد فإذا به في آخره أبو عبد الرحمن السلمي، تلقى القراءة
شيخ عن شيخ عن شيخ عن أبي عبد الرحمن السلمي. كل من قرأ بعد أبي عبد الرحمن السلمي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه ورحمه الله، يحصل من الأجر. بل قل كم يحصل من علم أبا عبد الرحمن السلمي القرآن؟ كم يحصل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وزيد بن ثابت رضي الله عنه، وأبي بن كعب رضي الله عنه، وغيرهم من الصحابة، كم يحصلون ويجمعون من الأجر؟ بل قل كم يحصل المعلم الأول للقرآن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل من قرأ اليوم القرآن يجمع النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما جمعه. كل من عمل خيرا اليوم يحصد النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما حصل. إذا يا إخواني، يا معلمي القرآن، يا معلمات القرآن، انظروا هذا الشرف العظيم وهذا الأجر العظيم وهذا الباب العظيم الذي فتحه الله لكم لتزدادوا في الحسنات، ويعظم عند الله أجركم. حتى لو كنتم قد متم، يا الله ماذا نحصل إذا مات؟ يحصل إذا مات الإنسان، هناك ما يدل على ذلك، حتى إذا مت أجرك يأتيك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخرجه مسلم. الله، قد ذكرنا، سبحان الله، قد ذكرنا، أنت تعلم الآن وطلابك أمامك يعلمون، تحصل الأجر، مت وما زال علمك ينتشر، ما زال تعليمك ينتشر، فلا ينقطع عند الله عملك أبدا، ولا تزال تحصل الأجر حتى إذا مت. قال: أو علم ينتفع به. أنت علمت العلم الذي ينتفع به، قرأوا القرآن، عملوا بالقرآن، نشروا القرآن، علموا القرآن، عظم عند الله أجرك. فما أعظم التجارة مع الله جل وعلا، هناك أجر عظيم أيضا دل عليه حديث آخر. تفضل أستاذ عماد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أخرجه مسلم. هذا هو الحديث، أن تدعو إلى ماذا؟ إلى كتاب الهدى، القرآن الكريم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أنت تدعو إلى كتاب الهدى. فإذا علم الله صدقك وإخلاصك وأنت جالس تعلم من أجل الله، تبتغي ثواب الله كأبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله ورضي عنه، بارك الله في عملك ونمى لك الأجر وعظم لك الثواب حتى تلقاه وقد بلغت مرتبة عالية. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لمرضاته، وأن يجعلنا من أهل كتابه، وأن يميتنا ونحن على هذا السبيل، وأن لا نلقاه إلا وهو راض عنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر. وحين تلألأ نور الله غمر الكون سنا وضيا، فمحى ظلمات وضلال ونفوسا أذكاها جمال. وحين تلألأ نور الله غمر الكون سنا وضيا، فمحى ظلمات وضلال ونفوسا أذكاها جمال، وكساها حللا وجالا، وسمت في معراج الحق صفوته من كل الخلق، وتلوه فهما وتدبر، ووعوه فقها وتبصر. وسمت في معراج الحق صفوته من كل الخلق، وتلوه فهما وتدبر، ووعوه فقها وتبصر. في ملكوت
الله.